على بعد مسافة تتراوح بين 15 إلى 40 كيلومترا غربي مدينة الموصل، وتحديدا في منطقتي عداية والجزيرة، تظهر مؤشرات تلوث إشعاعي يتجاوز الحد المسموح به وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية. منشأة نووية دفنتها الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي تعرضت للنبش والسرقة قبل نحو 17 عاما، ما تسبب في انتشار مواد مشعة وملوثة كاليورانيوم. ورغم خطورة هذه المواقع التي شبهها مختصون بمفاعل تشيرنوبيل وقنابل هيروشيما وناغازاكي، فإنها ما تزال مفتوحة من دون أي إجراءات وقائية. منطقة عداية من المناطق المشخصة ملوثة إشعاعية بكمية كبيرة من الإشعاع في محافظة نينوى، ونقدر نقول على مستوى العراق. سبب التلوث أنه كان فيها مواد مشعة معبأة في عبوات يعني بشكل نظامي ومدفونة تحت الأرض، حقيقة عبث أهل المنطقة أدى إلى انتشار هذه المواد المشعة اللي هي اليورانيوم في المنطقة. وتشير دراسات أكاديمية إلى أن تقادم الزمن على نبش الموقع وانتشار الإشعاعات وتعرضها لسيول الأمطار وعوامل الطبيعة أسهم في جرفها إلى الأنهار والمياه الجوفية، أي أنها تعدت المنطقة التي تم حصرها فيها قبل أكثر من 3 عقود. تناقلت البراميل من مكان لمكان، وهي طبعا تحتوي على مواد مشعة عندما تمطر الدنيا، فالمطر الزاخب مثلا عن طريق تضاريس وين راح تنساب هذه الأنهار؟ الأمطار مثلا بها مكان حطوها، فهذه اعتيادي لما تنساب الأمطار أكيد راح تنقل معها التلوثات الموجودة أيضا في داخل كان في التمر. بيئة نينوى رفضت الإدلاء بتصريح عن الموضوع بحجة أن التصريحات في هذا المجال تنحصر بمركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، لتستمر التساؤلات عن غياب الإجراءات اللازمة بلا إجابة، وخاصة أن التلوث الإشعاعي في هذه المناطق سيمتد مهددا أجيالا متعاقبة بأمراض سرطانية وتشوهات ومخاطر لا يمكن حصرها. تراجع الاهتمام بالتلوث الإشعاعي في العراق وعدم تخصيص أموال كافية لاحتواء الإشعاعات وتطهير المناطق الملوثة فاقم الأزمة وحولها إلى تهديد حقيقي للعراق وحتى الدول المجاورة له. من الموصل، محمد سالم، UTV.